كتبت على الفيسبوك النهارده قصه عشتها انا وبنتي مع الثانويه العامه. بنتي نميس عبد الناصر متفوقه، وربنا سبحانه وتعالى كرمها في الثانويه العامه ولم توفق في ماده اسمها الفيزياء. طبعا عشنا مش معاناة، انا بتكلم عشان ده. خدنا الموضوع ببساطة، خدت دور اول في الفيزياء، دخلت امتحان لم توفق، السنة التانية دخلت الدور الاول التاني مرتين لم توفق اول وتاني، والسنة التالتة في الدور الاول لم توفق، وفي اخر فرصة ليها للمرة الرابعة واخر فرصة ليها ربنا وفقها ونجحت. وانا بكتب المشهد ده تذكرت ناس من أصدقائي كثر عاشوا حالات من التوتر، وربما تكون بيوت اتنكد عليها واتدمرت بسبب موقف زي ده. ليس هناك قصور ربما يكون من الطالب ولا الطالبة، ولكن من نظام، من الزمن، من المجتمع، من الناس، أيا كانت الأسباب. تذكرت صديق لينا صحفي كبير جدا وكاتب صحفي وعضو نقابة الصحفيين، فقد ابنه حزنا على نتيجته في الثانوية العامة. وتذكرت زميل الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أنور وهو يحكي لي قصة هذا الزميل، يعني مش عايز أقول الاسم عشان الموضوع جارح بالنسبة له جدا. كلما تذكره كل ما حد يتكلم معاه عن الثانوية أو نظام التعليم يقول له نصيحة: ولدك وبنتك في حضنك، أي مشاكل ليها حل، ولكن تخيل انه مش موجود معاك نتيجة انك انت تركته يحزن او يتضايق فضاع منك. فلكل الاسر ارجوكم تعاملوا مع الموضوع ببساطة وخدوا الموضوع ببساطة. ليس الاخفاق في التعليم في دول العالم الثالث مش مصر يعني فشل الدارس، لكن ربما يكون القصة كلها في النظام نفسه، وكل دولة بتحاول جاهدة أن تصل إلى الأفضل. يعني مرة من المرات مثلا الوزير التربية والتعليم نفسه طلع اعتذر لينا كأولياء أمور وللطلبة والطالبات إن مادة الفيزياء 3 ساعات ومن المفترض تتحل في 5 ساعات. قلنا له بارك الله فيك يا معالي الوزير. يعني ده مثل. فأرجوكم تعاملوا مع الأمور دي ببساطة. وليه أنا بدأت الحلقة بده؟ لأن لما توفر المناخ اللي على الأقل أكيد كنت بزعل ومتضايق وبحب بنتي جدا ومش عايزها يعني تبقى في عنق زجاجة ما بين مستقبل رايح وجاي هي ملهاش ذنب فيه وبتعمل اللي عليها وبتذاكر وأفضل مدرسين معاها، ولكن إرادة الله. في النهاية لازم نتعامل مع ده ببساطة. حبيت أحكي التجربة دي في دقيقتين علشان دي مأساة بيعيشها ناس كتير على مستوى مصر. خد الأمور ببساطة وتعامل معها بحكمة حتى لو أنت زعلان أو متوتر، ولكن ليس إلى درجة أن تصل إلى طريق مسدود. ودع الأمور تجري في معنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. عشان كده أنا سعيد جدا أن لميس نجحت وكانت صلبة وكانت قوية، وبقول لها أنا فخور بك جدا. وكمان اختارت الجامعة بتاعتها، وللأسف في مجتمعاتنا الشهادات هي بتبقى عنوان مهم ولكن ربما ليست عنوان نجاح في الحياة المعيشية. فربنا يكرم أولادنا وأولادكم، وخلوا بالكم من الملف ده يا جماعة، لأن أولاد كتير وبنات بيضيعوا مننا لسوء التصرف. دايما اعمل اللي انت عايزه، ولكن في النهاية تبقى انت الحاضن والملاذ بعد الله عز وجل والحصن في كل شيء لأسرتك بالذات. مبروك لبنتك ومبروك لكل اللي ناجحين في الثانوية العامة، وحظ أوفر وأحسن إن شاء الله بإذن الله للي ما فوقوش المرة دي، خصوصا بتوع الدور الثاني لأنهم كلهم خاربين من عنق زجاجة وتحولوا من شيء من لا شيء إلى شيء بدون ما يعملوا حاجة. يعني انتهز هنا فرصة إنه لازم حكم خبراتنا يعني وسفرنا الكتير لابد من تغيير فلسفة التعليم وفلسفة التربية في هذا العصر المتلاحم واللي فيه زخم كبير قوي، والعلم تطور والدنيا تطورت،
ما ينفعش نقيم مستقبل أولادنا على ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات. كثير من التجارب العالمية حتى العلماء والذين غيروا خريطة العلم، مثلا زي أينشتاين كان طالب فاشل في التعليم وطردته الأستاذة بتاعته، لكن طلع أينشتاين. والله أنا العالم النهاردة في التعليم بروح الامتحان. أنظمة التعليم في أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة ما عادتش خالص بتعتمد على الاختبار الواحد اللي هو بيبقى مدته ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات، تحدد بمصير، بتعتمد على الناحية العملية والمعملية وعلى الاتندنس الحضور. صح، ان نعلم ابننا ازاي يحضر، ازاي يحترم مواعيده، مشاركه طول السنه اللي هو الاستمراريه اللي احنا بنعاني منها حتى. صح، في الرياضه بنلاقي لعيبه كبار ولعيبه بارعين ما بيقدرش يستمر. صح، موسم ولا موسمين على مستوى المنافسه. وبملك طبعا مستشار ملك لميس، لميس هانم، الف الف مبروك، ربنا يخليك منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك صديقي، وبارك لبنتنا لميس ان شاء الله، عقبال ما نبارك لها بعد تخرجها من الجامعه باذن الله تعالى. أمين. نفرح بيها كده، نشوفها مذيعه ولا اعلاميه كبيره تتفوق، هي عايزاه تتفوق على والدها باذن الله تعالى، وتكتسب خبرات من والدها. فكل التوفيق ليها وليك ان شاء الله في حياتك العمليه باذن الله تعالى، دايما موفق ان شاء الله. بصوا يا جماعه، انا ليه يعني اتكلمت في موضوع لميس؟ لاني بحكي للاخت الفاضله الاعلاميه الكبيره صديقتي العزيزه سميره هانم الدغيدي، رئيس مجلس اداره شبكه تلفزيون الشمس. فلقيتها يعني نادرا، يعني الست يعني بتقدرني جدا، ولكن لقيتها اتضايقت وانفعلت، واول مره يمكن تتضايق مني بالشكل ده. ازاي الكلام ده؟ وصممت انها لازم تقابل لميس. فيجي ربنا سبحانه وتعالى، اللقاء ده كان حجر زاوية بالنسبة لي، ده يدل يا كابتن مجدي على روح العيلة اللي أنا عايشها في الشمس بجد، ارتياح نفسي كبير وعايش في جو عائلي. بس القعدة دي كانت فاصلة، لأني ربما أكون طلعت، القعدة دي كانت فاصلة لأني ربما أكون طلعت بعديها أنا وهي عازمين إن إحنا نعمل حاجة ونعدي من عنق الزجاجة. يكفي إن هي قالت لها اعتبري نفسك بتشتغلي معايا في الشركة ومسؤولة مش في القناة، وهنا هتيجي كل يوم عدربك وواحد اتنين تلاتة هتعمليه، وراح تمكلف أفضل مساعدين ليها إنهم يعلموها إزاي تدخل سوق العمل. وراح قالت لها عشان توصلي لده ما يكونش عندي مجال لحد، قالت لها مش هقول لك غير مش موفق، لأن احنا مجبرين إن يبقى معانا شهادة حتى لو على عكس هوانا. وفي اليوم ده فعلا لميس روحت مرتاحه نفسيا جدا، لان كان اغلب المشكله توتر. فيشاء السميع العليم ان يوم فرح ايه الدغيدي الاثنين الماضي، اول امس الاثنين، تظهر النتيجه بتاعت لميس وتنجح في نفس يوم فرح ايه نجله وكريمه معالي المستشار طه الدغيدي وبنت اختنا الغاليه السيده سميره هانم الدغيدي، ففي نفس اليوم. فعندما يكون هناك اخلاص في زمن ضاع فيه الاخلاص ما بين الناس في العمل، لازم بتلاقي العامل النفسي مهم، وده بتتميز بيه سميره الدغيدي جدا، انها دايما بتحب اللي موجودين يكونوا مرتاحين على المستوى الاسري عشان يقدروا ينتجوا، ودي طبيعه اي قطاع خاص ناجح. ممكن يقف معاك مره واثنين وثلاثه، لكن لو انت ما ساعدتش نفسك هتلاقي اي حد بيتخلى عنك وبيسيبك، لانه عمل اللي عليه معاك. ممكن ما تلاقيك في الشمس احسن فلوس، ولكن صدقني بتلاقي احسن ناس بجد. انا دخلت هنا وبديت العمل على شاشه بعد انقضاء خمس سنوات في 1/9/2022، ما رايته في سنه وخمس ايام فاق ناس اشتغلت معهم لسنين وضحيت بحاجات كتيرة من مستقبلي من أجلهم، وما وجدته في سنة فاق اللي عملته مع الناس دي واللي عملوا معايا بمراحل كثيرة جداً.